سرح طرف سي عبد الرحيم التونسي توفى الله يرحمه، الله يجد عليه الرحمة، الله يرحمه ويسع عليه. فالفنانة كيف كتعرف ديال رواد المسرح المغربي الأغلبية ديالهم توفاو، ماتوا اللي كانوا أصدقاء واشتغلوا معاه ومشاو معاه هادي من الأولين، واللي باقي دابا راك كتعرف شي مريض شي عيان شي هادي ما لقاو جهد. وهاد لا جينيراسيون الأخرى راك كتعرف كل واحد فين مشطون، شي في الخدمة شي في هادي، والبركة في هادو اللي حضروا الناس والجيران. شوف عبد الرحيم التونسي كيحبوا المغرب كامل، داخل المغرب وخارج المغرب كلشي كيحبوا. سولني انا اللي من 1982 دخلت معاه الاحتراف وكنعرفو، خدمت معاه برا في فرنسا، خدمت معاه برا في بلجيكا، في كاع جميع الدول الاوروبيه وهنا في المغرب، كيحماقوا على عبد الرؤوف. عبد الرؤوف عنده سمعة طيبة عند الناس كاملين، كلشي كيدعى معاه دابا، كلشي كيحيي، كلشي كيعيطنا في التليفونات. الله يرحمه ويوسع عليه ويجعله من أصحاب الجنة. المشكل ديال الفنان جا ولا ما جاوش، حيت بزاف دابا ديال الناس اللي خدامين، وبزاف ديال الناس اللي عندهم أشياء أخرى ديالهم. وزيادة على داك الشيء أن الفنانة، إلا بغينا نهضروا على الفنانة الأصيليين، بغيت نسول فينا هما الفنانين الاصليين، الاغلبيه ديالهم راهم توفاو، وكلهم دوك اللي بقاو دابا راهم كيعانيو دابا امراض، ما كيقدروش ينوضوا، ما كيقدروش هذا الا هاد الجينيراسيون الجديده. ولكن هاد الجينيراسيون الجديده راه ما كتعرفش شكون هو عبد الرؤوف، وما كتعرفش علاش، لان نظرا للارشيف ما كاينش عندنا في البلاد. هذا هو المسائل. اي راه مغاربه كيعرفوا عبد الرؤوف، كيعرفوا عبد الرؤوف من ناحيه النكته، تيقول لي واحد السيد راه تيضحك لينا راه كذا هذا. انا تنهضر على الفنانه، حيت انت هضرتي لي على الفنانه، انت هضرتي لي على الفنانه، قلت لك الجول ديال الناس اللي عاشوا معاه واللي خدموا معاه، وهذاك راهما توفاو، واللي بقى راهما ما قادينش ينوضوا، راهما امراض عندهم مزمنه، وخليها على الله هادشي اللي كاين. ونتمنوا ليه الرحمه، ونتمنوا ليه ان شاء الله. الله يحسن العوان كل واحد. الانسان في هذه المناسبه ما نهضروش على الغياب او الغياب، فالموت كاينه، والموت شي حاجه اللي واجبه على اي واحد. اليوم مات هو، غدا ما عرفتش شكون اللي غادي يموت، وبعد غدا شكون اللي غادي يموت، فكل واحد عذره معاه.